بمشاركة واسعة من قادة الدول العربية والإسلامية تعقد القمة الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وهي القمة التي ينتظر منها أن تشكل انطلاقة جديدة للدور الأمريكي في المنطقة وللعلاقات الأمريكية العربية والإسلامية. في السنوات الأخيرة كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد انتهجت ما أسمته سياسة الانسحاب من الشرق الأوسط، وهو ما جعل المراقبين يشيرون لأنه السبب المباشر للتمدد الإيراني في المنطقة عبر الجماعات التابعة لها. الموقف من إيران والجماعات التابعة لها في المنطقة سيكون على رأس أجندة القمة، كما كان في القمتين الخليجية الأمريكية والسعودية الأمريكية. في وقت سابق كان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قد دعا إيران إلى تفكيك شبكاتها الإرهابية ووقف تمويلها، مؤكدا على الاستمرار في جهود مواجهة إيران وميليشياتها في اليمن وسوريا. اليمن إحدى أهم مناطق الصراع التي تشكل أولوية في السياسة الأمريكية، خصوصا بعد مجيء الرئيس ترامب للسلطة مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه القمة على الأزمة اليمنية بشكل مباشر. تيلرسون قال إن إدارته تركز على إيجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن الانقلابيين في اليمن لن يحققوا الانتصار الذي يسعون إليه، وهو ما يعني أن الأيام القادمة قد تشهد تطورا في مسارات الأزمة اليمنية لإغلاق هذا الملف. ولكن لا تزال طريقة الإغلاق هذه غير واضحة، هل سيتم إفساح المجال أمام استكمال العمل العسكري الذي أطلقه التحالف قبل أكثر من عامين، أم أن المسار السياسي على موعد جديد مع محطة نهائية للتسوية المنتظرة؟